السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم استاني من قناة علمني. النهاردة ان شاء الله معانا النموذج المتعدد رقم 4، الصف الثاني الاعدادي. نموذج مهم جدا، ركزوا فيه لاخر سؤال. ان شاء الله باذن الله كل النماذج اللي احنا عملناها ما يخرجش عنها الامتحان. بنأكد برضو انكم ليكوا قائمة فيديوهات خاصة بيكوا الصف الثاني الاعدادي، فيها كل المراجعات والامتحانات اللي احنا بننزلها، وهتظهر لكم دلوقتي في اعلى الشاشة، وكمان هنسيب لها لكم في صندوق الوصف اللينك بتاعها. لو انتوا اول مره تشوفونا يا ريت تشتركوا معانا في القناه، تفعلوا زر الجرس، ما تنسوش تعملوا اعجاب بالفيديو. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. من نص الفلاح: واحفظ ذلك الوادي تراث ابي واجدادي. اسم الاشاره ذلك يفيد التنفير، التعظيم، التخصيص، التقليل. يفيد التعظيم. مضاد: احفظ، افقد، ابخل، اضيع، اهمل، اضيع. ابناء مصر انتم سر قوة الامة وعمادها. عمادها معطوف، منصوب، مجرور، مبني، مرفوع، مرفوع. اي مما يلي كم استفهامية: كم طالبا نجح، كم من طالب نجح، كم طلاب نجحوا. هتبقى اول واحدة: كم طالبا نجح. هيمنت قواتنا المصرية على حصون العدو. الفعل هيمنت مجرد ثلاثي، مجرد رباعي، ثلاثي مزيد بحرفين، رباعي مزيد بحرفين، هتبقى مجرد رباعي. من نص: العلم واجب. العلم يعفي المرء في الأعمال من ثقل المتاعب. في العلم تخفيف لما يعرو الحياة من النوائب. في العلم توسيع لأبواب التجارة والمكاسب. في العلم إصلاح المفاسد والعقائد والمذاهب. طيب، إصلاح مفاسد بينهما: تضاد، ترادف، تقابل، ولا تجانس. تضاد. معنى: المرء، الإنسان، الولد، المرأة، الطفل، الإنسان. معنى: يعرو، يصيب، يسعد، يشقى، يضع، يصيب. مفرد مفاسد: الفاسد، المفسدة، الفاسدة، الأفسد، المفسدة. عطف المذاهب على العقائد: أفاد التنويع، التكثير، الترادف، ولا التقابل. أفاد التنويع. ده كده الجزء الخاص باللغة العربية. ثانيا اللغة الإنجليزية: an is a person who paints or draws for job. دكتور ولا جايد ولا درايفر ولا artist. طبعا اللي بيرسم أو بيعمل لوحات فنية الارتست، الفنان. My shoes are made of the best feather, leather, weather, cotton. يعني الحذاء بتاعي صنع من leather، الجلد، جلد الجيد. نقط: means a large amount of plants that are growing to be sold. materials: gold, chemicals, crops. طبعا crops المحاصيل، المحاصيل اللي هي بتنمو، او النباتات اللي هي بتنمو عشان تبقى صلبة او كبيرة، هي ايه؟ الكروبس، المحاصيل. could you نقط: the letter way please. take takes ولا taking. طبعا هو بيقول له هنا انك تبعد القمامة من فضلك، هتبقى take الفعل في المصدر. could you take. تمام. طيب to produce tears means to dry, fry, bry ولا cry. هو بيتكلم هنا عن التيرز، الدموع. طبعا الدموع بتصنع مع الكراي، الصراخ. تمام. Are you able to write a script, boys? Yes, we are. I am. He is. She is. طبعا هنا boys دي جمع، فهتبقى yes we are. وبيقول لك أو بيسألهم إن أنتوا تقدروا تعملوا script، فطبعا هتبقى yes we are عشان جمع. ده كده الجزء الخاص باللغة الإنجليزية. ثالثا الدراسات الاجتماعية: تتركز تربية الماعز في دولتي السودان ومصر، السودان والصومال، السودان والعراق، السودان والصومال.
من أكثر المصايد السمكية المنتشرة في الوطن العربي البحرية البحيرية النهرية، هتبقى البحرية من أكثر المصايد طبعا اللي بتتمثل في البحار والمحيطات. يوجد خام نقط في الطبيعة إما منفردا أو مختلطا بالغاز الطبيعي أو الحديد، هل الكبريت الحديد الرصاص؟ هيبقى الكبريت. عقد ريتشارد قلب الأسد صلح الرملة مع صلاح الدين بسبب فشله في هزيمة صلاح الدين، الخلافات بين الدول الأوروبية، خوفه من وصول تعزيزات إلى صلاح الدين طبعا لأنه فشل في هزيمة صلاح الدين. انتصر قطز على المغول في معركة نقط عام 658 هجريا، عين جالوت، حطين، مرج دابق، طبعا معركة عين جالوت. قام الخليفة نقط بضرب العملة الإسلامية، هل عمر بن الخطاب، الوليد بن عبد الملك، ولا عبد الملك ابن مروان؟ الخليفة الأموي عبد الملك ابن مروان. ده كده الجزء الخاص بالدراسات الاجتماعية. طيب رابعا الرياضيات، إذا كان المقدار 2 أس س ناقص 2 بيساوي 1، فإن 2 أس س هيساوي 16 20 8 4. بعد ما تعمل طبعا العملية الحسابية بتاعتك هتبقى الإجابة 8. مجموع حل المعادلة س أس 2 ناقص 3 بيساوي 1 في ح هي سالب 4 ولا 4 ولا سالب 2 و2؟ بعد إجراء العملية الحسابية هتبقى الإجابة سالب 2 و2. اختصار 2 أس سالب 1، 1 على 2 أس 2 زائد 2 أس 0 في أبسط صورة هيكون 0 1 2 3، هتبقى الإجابة 0. إذا كانت مساحة المربع بيساوي 16 سنتيمتر مربع، فإن محيطه هيساوي 54 32 8 16. بعد إجراء العملية الحسابية هتبقى الإجابة 16. المثلث أ ب ج يتشابه مع المثلث د ه واو، وأ ب على د ه بيساوي 1 على 3، فإن ه واو بيساوي نقط ب ج 4 3 2 ولا 5؟ هتبقى الإجابة 3. إذا تشابه مضلعان وكانت النسبة بين ضلعين متناظرين فيهما 2 إلى 3، فإن النسبة بين محيطهما هي 3 إلى 9، 3 إلى 4، 4 إلى 6 غير ذلك. هتبقى الإجابة بعد طبعا إجراء العملية الحسابية 4 إلى 6. شبه منحرف مساحة سطحه 180 سنتيمتر مربع وطول قاعدته المتوازيتين 24 سنتي و12 سنتي، فإن طول ارتفاعه هيساوي نقط سنتي 12 18 10 ولا غير ذلك؟ هتبقى الإجابة 10 سنتي. ده كده الجزء الخاص بالرياضيات. معانا آخر جزء العلوم، نرى صورتنا في المرآة نتيجة حدوث ظاهرة السراب، انكسار الضوء، انعكاس منتظم للضوء، انعكاس غير منتظم للضوء. هتبقى الإجابة انعكاس منتظم للضوء. طاقة الفوتون يساوي ثابت البلانك في نقط الزمن الدوري، السرعة، التردد، الطول الموجي، التردد. ثابت البلانك في التردد. يمكن تطبيق قانون التربيع العكسي على الضوء فقط، الصوت فقط، الصوت والضوء غير ذلك. هتبقى الإجابة الصوت والضوء. شدة الصوت عند نقطة ما تتناسب عكسيا مع فيه ولا فيه تربيع ولا واحد لكل فيه تربيع؟ هتبقى تتناسب عكسيا مع فيه تربيع. تستخدم الموجات نقط في تحديد جنس الجنين، فوق السمعية، تحت السمعية، السمعية. هتبقى الفوق سمعية. عند تحليل الضوء الأبيض في المنشور الثلاثي يكون أقل الأضواء انحرافا هو الضوء البنفسجي، النيلي، الأزرق ولا الأحمر؟ هتبقى الأحمر. دي كده كان النموذج بتاعنا النهاردة الصف الثاني الإعدادي، يا رب يكون أفادكم. وزي ما بنقول بنأكد ليكم قايمة خاصة بيكم، كل المراجعات والامتحانات اللي احنا نزلناها موجودة في القايمة دي. الناس كمان اللي بتطلب الامتحانات ديت والمراجعات ورقي هتلاقوا على صفحتنا على الفيسبوك، هنسيب لكم برضو القايمة بتاعتها او اللينك بتاعها في صندوق الوصف.
ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو، وده اللي بيخلينا نستمر وبيدعمنا بشكل كبير. ويا رب بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.